السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة البراوني الأصلية، طريقة سهلة جدا والمذاق رائع هائل، كنتمنى أنكم تجربوها. وعلى بركة الله، مع المقادير عندنا 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الكركاع، 150 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال الطحين، و200 غرام ديال الشوكولات، 4 البيضات، عندنا 7 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى، معلقة صغيرة ديال فاني، واحد شويش ديال الملحة، وهنا واحد ربع كاس تقريبا ديال الماء. أول حاجة غادي نديرو هي غادي ندوبو الزبدة. عندنا هنا الزبدة غنديرو لها سنيدة ومع ديك شويش ديال الماء، نحركو الجميع. هنا كيف ما تلاحظوا معايا، من بعد ما كتغلي غادي نحيدوها من فوق النار وغادي نضيفوا عليها الشكلاط ونخليوه حتى يدخل مع شويه ديال السخونيه، عاد غادي نحركوه. هانتوما كيف ما تشوفوا بسخونيه ديال الزيت، سمحوا لي، بسخونيه ديال الزبده وديال السنيده غادي يذوب لينا الشكلاط. هنا ها هو داب مزيان، رجع لهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نحضروا البيض ديالنا. سمح لي سيس ما قلت لكم شفاني، حتى هي غادي نضيفوها هنايا على الشكلاط ونحركوا الكل، حتى الفاني حتى يزيدوها هنا مع الشكلاط. سمحوا لي سيس ما قلتها لكمش. ودابا غادي نمروا البيض ديالنا، غادي نطربوه مزيان حتى يتضاعف لنا الحجم نتاعو ويرجع اللون ديالو مايل للبياض. هنا كيف ما تشوفوا معانا تضاعف لنا الحجم ديال البيض. دابا غادي نزيدو له الشكلاط من بعد ما تنينا على انه برد واحد شويه، وغادي نخلطوا الجميع. وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. دابا غادي نزيدو الدقيق، غادي نضيفو الخميره ديال الحلوه على ديك الدقيق ديالنا مع ديك القرصه ديال الملحه، وغادي نضيفو الجميع هنايا وغادي نخلطوه جيدا. ودابا غادي داك الكركاع ديالنا اللي كان عندنا قبل قطعته هكا طريفات صغار على هذا الشكل هذا باش ما يجيوش كبار بزاف، وضفتهم على الخليط ديالي. ودابا عندنا الفران تيسخن على درجه حراره 180 درجه، غادي نديروه من التحت ومن الفوق، غادي نكبو دابا في لومول وغادي ندخلو الفران مده من 40 حتى 50 دقيقه. وانا دائما كيبقى على حساب الفران ديال كل وحده باش الا كان تيطيب دغيا تيسخن دغيا اولا لا، ولكن دائما خصنا نبقاو نحضيو معاه. هنا كيف ما شفتي المول ديالي غلفتو بالورق ديال الفرن، وغادي ندوزو وغادي نديرو داك غادي نديرو العجين ديالنا او الحلوه ديالنا، غادي نديروها هنا. دابا هو جا على الطريقه هادي، دابا غادي نقطعو ندخلو الفران. بسم الله، ونتلاقاو من بعد قليل. النتيجه التاليه ديالنا، تنقطعوا البراوني ديالنا على هذا الشكل على مربعات كيف ما تشوفوا. انا تنقطعوا مربعات شويش كبارين لان ما كنشبعوش منه. وطريقه التقديم يعني وكتبقى اختياريه، بالطبع انا تندير له لاكلاص ديال فاني وشويش نتاع الشكلاط دايب من الفوق. وبصحه وراحه، والى وصفه مقبله ان شاء الله.